يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن جيل زد، اللي هو الجيل اللي بيبتدي من مواليد الألفية، اللي اتولدوا من بعد الألفية، واتكلمنا عن صفة مهمة جدا جدا وهي صفة الاستقلال عندهم، وازاي نقدر نتعامل مع الاستقلال ده وما يبقاش الاستقلال ده شبح ولا شيء مخيف بالنسبة لنا. الاستقلال دوت أحد الأركان بناء الشخصية الحديثة، وخاصة في جيل زد، الجيل اللي اتولد بعد الألفية، وعشان كده احنا لازم نساعدهم انهم يستقلوا وهم ماسكين في ايدينا، واحنا الاتنين بنتقدم للامام واحنا داعمينهم واقفين في ظهرهم، ما بناخدش القرار مكانهم لكن بنساعدهم انهم يجربوا في بيئة امنة تسمح لهم بانهم ينضجوا نضوج يخليهم قادرين ينتجوا انتاج رشيد وانتاج حقيقي في حياة بتتسع كل يوم، بدل ما يهربوا مننا ويعوضونا بالافتراض. احنا محتاجين نعيش معاهم حياتهم بدون ما ننقدهم وبدون ما نأذيهم ان هم ناس غير ناضجين او ما وصلوش للحقيقة. ساعدوهم يوصلوا للحقيقة وهم هيكونوا ممتنين ليكم ان انتوا ساعدتوهم ان هم يكونوا منورين وحاسين بنعمة رب العالمين على قلوبهم وعلى حياتهم. يا رب اجعلنا دايما باب خير وباب سلام وباب فتح وباب هداية على أبنائنا، واجعلهم يا ربنا دائما يشكرون نعمتك بأنك جعلتنا ونحن وهم في رباط وفي جمع على حضرتك. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، هبنا التوفيق في بناء نفس رشيدة لأولادنا يا رب العالمين، أمدنا بمددك يا أكرم الأكرمين.